بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، وقفنا عند حديث أبي أيوب، الحديث 13 عن أبي أيوب، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، الكلام على هذين الحديثين في جمل من المسائل الطيبة المهمة. المسألة الأولى، وهي التي من أجلها ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذين الحديثين، وهي أنهما يدلان على المنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وهذه الفائدة من حديث أبي أيوب. فحديث أبي أيوب فيه النهي الظاهر عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فمن باب آداب الخلاء إذا جاء الإنسان يقضي حاجته بولا كانت أو غائطا فألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذه المسألة أيها الأحباب من عويصات المسائل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد اشتد خلاف أهل العلم فيها على 8 أقوال، بل مع التفصيل قد تزيد إلى قرابة 10 أقوال. فمن باب الفائدة نذكر هذه أو جملا من هذه الأقوال مع شيء من أدلتها حتى نصل إلى القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. أقول: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في استقبال القبلة واستدبارها على عدة أقوال. القول الأول: التحريم مطلقا. وإذا قلنا مطلقا يعني أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها سواء كان في البنيان أو في الصحراء، سواء كان عندك شيء يسترك أو ليس ثمة شيء يسترك. فليست العبرة في الساتر، وإنما العبرة في الجهة. فجهة القبلة لا يجوز للإنسان أن يستقبلها أو يستدبرها، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الذي اختاره محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة، وجمع كبير من أهل العلم يرون أن التحريم تحريم مطلق سواء كان في البنيان أو في الصحراء، وهذا من المذاهب المشهورة. المذهب الثاني يقابل هذا المذهب وهو أن القول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، قالوا إنه يجوز في البنيان فقط، أو إذا كان بينك وبين القبلة ساتر، وأما في الفضاء أو مع عدم وجود الساتر فلا يجوز. فيحملون أحاديث النهي على الصحراء، ويحملون أحاديث الجواز على البنيان. يحملون أحاديث النهي عن الصحراء ويحملون أحاديث الجواز على البنيان. فإذا كان الإنسان في البنيان فلا حرج عليه أن يستقبل أو يستدبر، وأما إذا كان في الفضاء فإنه لا يجوز له أن يستقبل ولا يستدبر. المذهب الثالث، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي أصلا منسوخة.
قالوا إن أحاديث النهي وهو حديث أبي أيوب الذي ذكره شيخنا وجمل من الأحاديث التي ليست على شرط صاحب الكتاب لكنها مذكورة فيها ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة عن استقبال القبلة واستدباره. قالوا هذه الأحاديث منسوخة. طيب أحاديث النهي ما الذي نسخها؟ قالوا نسخها حديث ابن عمر هذا قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا وما في السنن أيضا من حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها المذهب الرابع قال بعض أهل العلم إننا نفرق بين الاستقبال والاستدبار التفريق هنا أيها الأحباب الآن ليس في قضية البنيان ولا في الصحاري وإنما في قضية الاستقبال والاستدبار. فقالوا لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في البنيان خص النهي بإيش؟ بالاستقبال فقط فلا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة طبعا وأنتم تعرفون أن الإنسان يستقبلها بالبول فلا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة. وأما الاستدبار فإنه يجوز في البنيان والصحراء هذا قول لبعض أهل العلم قالوا يخص النهي بالبول فقط فلا يجوز للإنسان أن يبول حال كونه مستقبل القبلة مطلقا سواء كان في الصحاري أو في البنيان. وأما الاستدبار فيرخص له في ذلك ويستدلون على ذلك بقول ابن عمر هنا قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة فالاستدبار جائز في البنيان والصحاري. وكذلك في حديث سلمان عند الإمام مسلم فإنه ليس فيه إلا النهي عن البول في قوله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول وقال بعض أهل العلم إن عندنا نوعين من الحديث أحاديث تنهى وأحاديث تجيز وقد تقرر أن النهي محمول على التحريم إلا إذا ورد له إيش صارف فنجعل أحاديث النهي ليست باقية على بابها الذي هو التحريم بل هي مصروفة عنه إلى الجواز بالأحاديث الأخرى فقالوا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها نهي تنزيه وكرامة وليس نهي تحريم فيحملون أحاديث النهي على التنزيه. طيب ما الصارف لها؟ تلك الأحاديث التي تدل على الجواز كحديث ابن عمر المذكور آنفا وحديث جابر رضي الله عنه المذكور آنفا. أنتم معي في هذا؟ سوف نضعف بعض الأقوال ونقف عند القول الصحيح. قالوا لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ولا يجوز لنا أن نهمل دلالة شيء من الأدلة ما دام إعماله ممكنا وإعمال الأدلة بهذا القول ممكن جدا. هل يلغى منها شيء؟ الجواب لا، ما يلغى منها شيء. فأحاديث النهي محمولة على التنزيه والصارف لها عن حقيقتها هي تلك الأحاديث الدالة على الجواز. فإذا قالوا أحاديث الجواز صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة. ومنهم القول الذي بعد كم رقمه؟ نعم، القول السادس ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستدبار في البنيان فقط. في البنيان فقط أجازوا إيش؟ الاستدبار. طيب الاستدبار في الصحاري محرم. طيب البول في البنيان والصحاري محرم، أقصد الاستقبال يعني. سمعنا كلامنا بعد حين يقول وين نبول فيه؟ لا، أقصد الاستقبال. فأجازوا، أنت عندك أربعة أشياء: بول في البنيان وبول في الصحاري، استدبار في البنيان واستدبار في الصحاري. حرموا كم صورة؟ ثلاثة صور وأجازوا
صورة واحدة فقط، أجازوا صورة واحدة فقط. قالوا لأن الأدلة وردت عامة في تحريم كل شيء، ولكن حديث ابن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهو في البنيان، فيخص الاستدبار فقط ويبقى ما عداه على حقيقة النهي. القول الذي بعده قول في زيادة شوي، قالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء في البنيان أو الصحراء، انتبه، في البنيان أو الصحراء، بل ويحرم استقبال القبلة المنسوخة واستدبارها أيضا. وفي القبلة المنسوخة يا جماعة بيت المقدس، فقالوا لا يجوز استقبال القبلتين مطلقا. هذا قول منفرد عن القول الذين حرموا في الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأن هؤلاء زادوا عليهم تحريم الاستقبال والاستدبار حتى ولو في القبلة المنسوخة، ويستدلون على ذلك بحديث عند أبي داود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. كم المذهب هذا؟ ليست هذه عادة ترى، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتعرف على شيء من مما يدور من كلام أهل العلم حول بعض المسائل التي يشتد الخلاف فيها. القول الثامن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في أي مدينة، في أي منطقة، في أي مكان؟ قالوا في المدينة المنورة، في المدينة النبوية. قالوا إذن النهي مخصوص لأهل المدينة فقط، وأما عد ما عداها من البلاد فيجوز لهم الاستقبال والاستدبار. قالوا النهي مخصوص لمن؟ لأهل المدينة فقط، أو ما كان على سمتها، يعني مما على سمتها. إيش معنى على سمتها؟ يعني ممن يلزم عدم تشريقه أو تغريبه استقبال القبلة أو استدباره. يقول ويدل على هذا التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. طيب نحن الآن نحن في المملكة، نحن في الدلم هنا، لو شرقنا أو غربنا استقبلنا إيش؟ والحديث عام قال شرقوا أو غربوا، ما قال أجنبوا أشملوا أو أجنبوا. قالوا إذن لا يجوز لمن تكون القبلة في جهة الجنوب أو الشمال عندهم، لأنه يلزم من عدم تشريقهم أو تغريبهم استقبالها. مثال ذلك الشام، نفس الشيء، الشام لو لم يشرق أو يغرب لاستلزم ذلك استقبال القبلة أو استدبارها، وهكذا. فإذا هذا النهي مخصوص لأهل المدينة ومن على سمتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شرقوا أو غربوا، فدل ذلك على أن جهة الشرق وجهة الغرب يجوز للمتخلي أن يستقبلها، وأما جهة الجنوب والشمال فلا يجوز للمتخلي أن يستقبلها. فهذا نهي خاص بأهل المدينة فقط ومن كان على سمتهم. إذا علمت هذا فلننظر فيها مرة أخرى قولا قولا، وننظر الضعيف والقوي فيها. أولا نبدأ بهذا القول الثامن الذين خصوا النهي بأهل المدينة فقط، نقول هذا قول ضعيف بل قول باطل لا يمكن قبوله أبدا. لماذا؟ لأن الأصل المتقرر أن التشريع مبناه على التعميم. ألم نأخذ هذه القاعدة في جمل القواعد الأولى في بداية هذا الشرح؟ الجواب نعم، خذناها. الأصل في الشريعة التعميم إلا بدليل، وليس هناك دليل يخص أهل المدينة بهذا الخطاب. وقد تقرر في قواعد الأصول أيضا أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. وتحريم الاستقبال والاستدبار ثابت في حق أهل المدينة، إذن يدخل معهم جميع الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. وأما قوله شرقوا أو غربوا، لأن قبلة أهل المدينة ونفي جماعة في الجنوب، فقال شرقوا أو غربوا لضرورة أن من لم يشرق أو يغرب في هذه البلد
لا استقبل أو استدبر. ونحن نقول الآن لأهل الرياض منطقة الرياض ها اتجهوا جهة الشمال أو جهة الجنوب. فإذا ليس التشريق والتغريب المذكور في الحديث دليل على تخصيص أهل المدينة ومن كان على سمتهم بالنهي، لأن الأصل في التشريع التعميم، ولأن انتبه ولأن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر في قواعد الأصول أن الأصل عدم الخصائص إلا بدليل. من ادعى أن حكما من الأحكام الشرعية مخصوصا به يخص به واحد بعينه فهذا غير مقبول كلامه إلا إذا جاءنا بدليل، وليس هناك دليل يدل على هذا التخصيص. وهناك جواب آخر أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أهل المدينة عن التشريق والتغريب احتراما لإيش؟ لجهة القبلة. واحترام جهة القبلة أمر مفروض على كل من يستقبلها بوجهه في الصلاة وفي غيرها، فليس تعظيم القبلة أمرا يخص به أهل المدينة حتى نخص الحكم بهم. وهذا يسميه العلماء من التعميم بالعلة. فالعلة ما هي في هذا النهي؟ احترام جهة القبلة. طيب احترام جهة القبلة هل يخص به مسلم دون مسلم؟ الجواب لا، بل هو لعموم المسلمين جميعا. فلما كان الأمر في العلة عاما فإن الحكم يثبت حيث ثبتت العلة، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور ها مع علته وجودا وعدما. إذن نلغي هذا المذهب. نتجه بعد إلغائنا لهذا المذهب إلى مذهب آخر، وهو اللي فوقه بشوي، وهم الذين قالوا إن النهي أيضا عن استقبال القبلتين. نحن لا نناقش الآن في استقبال القبلة واستدبارها، وإنما نناقشهم في تحريمهم لاستقبال القبلة المنسوخة أو استدبارها. نقول أولا إن الأصل الجواز، إن الأصل الجواز إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على حرمة استقبال بيت المقدس أو استدباره. انتبه لها النقطة دي، ما لم يلزم من استقباله واستدباره إيش؟ استقبال القبلة أو استدبارها. فحينئذ يمنع، لا لأنه استقبال واستدبار لبيت المقدس، ولكن لأنه استقبال واستدبار لبيت الله الحرام. قالوا طيب والحديث الذي ذكرناه لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين؟ نقول هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فقد رواه أبو داود من حديث معقل بن أبي معقل، فهذا حديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. وعلة ضعفه أن فيه رجلا يقال له أبو زيد ولا يدرى من أبو زيد، فهو مجهول. وقد تقرر في قواعد مصطلح الحديث أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه، أن جهالة الراوي سبب لرد مرويه. وقد تقرر بإجماع العلماء أن الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها حكم شرعي، لأن القاعدة تقول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعلى تقدير تحسين بعض أهل العلم لهذا الحديث، وعلى تقدير تحسين بعض أهل العلم لهذا الحديث، فيحمل النهي عن استقبال بيت المقدس أو استدباره على من يا جماعة؟ ها؟ لا، على من؟ على من يلزم من استقباله أو استدباره استقبال البيت الحرام أو استدباره. ولأنه قبلة منسوخة، والقبلة المنسوخة لا يتعلق بها هذا الحكم. ولأننا نقول في شريعتنا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من إيش؟ أكمل من المسجد الأقصى، ولا يجمع، ولذلك ضعفت الصلاة فيه. ومع ذلك فما حكم استقباله واستدباره؟ لا حرج فيه.
فإذا جاز استقباله واستدباره مع كونه أشرف وأفضل عند الله فلا أن يجوز في المسجد الأقصى من باب أولى، لكن بالقيد الذي ذكرته أنه لا يستلزم من استقباله أو استدباره استقبال الكعبة أو استدبارها. وبالمناسبة فإننا نسمع على ألسنة بعض أهل العلم الحرم القدسي، وهذا خطأ بإجماع العلماء. انتبهوا يا جماعة، أجمع العلماء على أن المسجد الأقصى لا يوصف بأنه حرم بإجماع، ما في خلاف. وقد حكى هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبالمناسبة فالحرم قسمان، حرم متفق عليه وحرم مختلف فيه. أما الحرم المتفق عليه فهو حرم مكة، أجمع العلماء على أن مكة حرم، يعني حدود الحرم معروفة لها لدى الجميع، فهذه حرم بإجماع العلماء لم يخالف فيها أحد بالكتاب والسنة. فالله جل وعلا سمى المسجد المسجد إيش؟ الحرم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هل فيها حرم، على قولين، وقول الجمهور إثبات الحرمية فيها، يستدلون على ذلك بحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان يعرفانها أهل المدينة، فما بينهما حرم، ما بين المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وهذا استطراد يا جماعة بس تحملوا شوي. الحرم الثالث المختلف فيه أي حرم؟ ما أنا بقول لكم أنتم ما تسمعون، بيت المقدس مجمع عليه أنه ليس بحرم، عندكم تنسون. وش الحرم الثالث المختلف فيه؟ يلا اللي بيجيبه تراه بطل. لا ها إيوه فيه جيمه. نعم، اختلف العلماء في وادي وج، وهو واد بالطائف، هل هو حرم أو لا؟ ذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أنه حرم، ويروون في ذلك بعض الأحاديث، ولكن مذهب الجمهور في هذه المسألة أصح أنه ليس بحرم، والأحاديث الواردة في هذا الشأن ضعيفة. وأما المسجد الأقصى فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه ليس بحرم، يعني ما في حرم، هم ليس بحرم يعني ميزانه يضعف عند المسلمين، لا، لكن ليس فيه، لا 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 لم تدل الأدلة على أنه حرم كمكة والمدينة. وأما في هذا الزمان فقد كثرت الحرم الجامعي، حرم الحديقة، حرم المنزل، فهذه الكلمة لا تنبغي أن تطلق إلا على ما ثبتت حرميته بإيش؟ بالأدلة. وإنه ليحزن الإنسان أن تجري مثل هذه الكلمات على بعض أفواه طلبة العلم، يقول والله دخلنا في الحرم الجامعي، ما في حرم جامعي يا حبيبي، دخلنا في بناء الجامعة، في ملك الجامعة، عند بوابة الجامعة، سميها ما شئت، لكن الحرم الجامعي لا. نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن القول بأن القبلة المنسوخة يحرم استقبالها واستدبارها هذا قول ضعيف. وأما دعوى النسخ، هذا المذهب الذين قالوا بإيش؟ بأن أحاديث النهي أصلا منسوخة، فنقول قولكم باطل، وهذا تعبير أحسن من قول ضعيف، هذا قول باطل. لماذا؟ لأن الأصل المتقرر بإجماع العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا كان لا يجوز للمكلف أن يهجم على كلام مكلف فيلغيه وهو يستطيع أن يعمله، فلأن لا يجوز إلغاء شيء من النصوص مع إمكانية إعمالها من باب أولى وأوجب. وإعمال نصوص التحريم ممكن، وإعمال نصوص الجواز ممكن،
فحيث أمكن الإعمال فلا يجوز دعوى النسخ، ولأن هذه الدعوى باطلة لأنها مبنية على الاحتمال، فهو نسخ بالاحتمال. وقد تقرر عند العلماء قاعدة، وهي أن النسخ لا يجوز بالاحتمال. لا يجوز لك أن إذا تعسر عليك جمع بين دليلين تبادر مباشرة بإيش؟ قولك إنه منسوخ. ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب، واجب ما أمكن. وهنا الجمع بين الأدلة ممكن، لأنه إذا وجد عندك دليلان ظاهرهما التعارض فلك أربع طرق في فك هذا التعارض. الطريقة الأولى وهي الواجبة أن تجمع بين الدليلين بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تبيين مجمل أو تفسير مبهم، أو أن تحمل حالة على التنزيه الندب والحالة الثانية على الجواز، المهم أن تجمع بينهما. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز قولا واحدا أن ينتقل إلى النسخ. أفيجوز للإنسان أن يتيمم وهو واجد للطهارة المائية وقادر على استعمالها؟ الجواب لا، لأن الأصل لم يتعذر. فإذا لم يتعذر الأصل فلا يجوز الانتقال إلى إيش؟ جمعي، إلى البدل. فالأصل هنا هو الجمع بين الدليلين، والبدل هو النسخ. فإذا كان الجمع بين الدليلين ممكنا فحينئذ الأصل يمكن إعماله ولا لا؟ فيمكن إعماله، فلا يجوز حينئذ، فلا يجوز حينئذ إهماله. فهذا القول لا يجوز القول به، لأنه قول باطل، إذ فيه إلغاء شيء من نصوص الشرع مع إمكانية إعمالها. وإعمال الكلام أولى، وإعمال الكلام أولى من إهماله. الذين قالوا إن النهي للتنزيه، هذا قولهم فيه نوع إيش؟ فيه نوع جمع وفيه نوع قوة أيضا. لكننا نعارض في شيء، وهو أن الأدلة التي زعموا أنها صارفة للنهي عن بابه نحن نناقش استدلالهم بها أصلا، نحن نناقش استدلالهم بها مناقشة علمية كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. فإذا صفى لنا كم قول يا جماعة؟ كم الذي هو؟ طيب، الذين قالوا، إذا انتهينا من الذين قالوا النهي للتنزيه، نقول نحن نوافقهم بأن قولهم فيه نوع جمع وفيه نوع قوة، ولكن الأدلة التي جعلوها صارفة نحن نناقش كونها صارفة، هي في الحقيقة ليست صارفة. لماذا ليست بصارفة؟ سيأتينا بيانه إن شاء الله جل وعلا. أنت معي ولا لا؟ طيب، الذين قالوا إن النهي مخصوص بالاستدبار فقط، ها؟ بالاستدبار فقط، فقالوا إيه، عفوا، إن النهي مخصوص، ذكروني يا جماعة تراني أنسى، أن النهي يخص منه الاستدبار في البنيان فقط استدلالا بحديث ابن عمر، نقول هذا ليس بصحيح. إن كنتم تجعلون حديث ابن عمر في استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة استدلالا صحيحا، فالواجب عليكم أن تنظروا إلى حديث جابر، وهو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فهذا فيه جواز الاستقبال. فلماذا خصصتم الجواز بالاستدبار فقط مع أن الحديث الآخر وهو حديث صحيح يدل على جواز الاستقبال أيضا؟ وأما الذين قالوا بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار، فقالوا لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، فهو مناقش بحديث ابن عمر أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة، ومناقش أيضا بحديث جابر، ومناقش أيضا بفهم ابن عمر أنه كان يعرض راحلته في السفر فيبول مستقبل القبلة.
في الحقيقة جميع هذه المذاهب مذاهب يطرأ عليها ضعف، بقي عندنا مذهبان قويان، مذهبان قويان. المذهب الأول الذين قالوا بالتحريم مطلقا، والمذهب الثاني مذهب الذين قالوا بالتحريم في الصحراء فقط، وأما في البنيان فيجوز، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله، والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو التحريم مطلقا، هو التحريم مطلقا. وهذا القول وإن كان غريبا على بعض الأذهان، لأننا في المدارس ندرس إيش مذهب الحنابلة، لكننا في هذا الدرس إنما ندرس ما ظهر لنا بمقتضى الدليل. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة إن شاء الله هو التحريم مطلقا، فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها على وجه الإطلاق، سواء كان في البنيان، سواء كان في البنيان أو في الصحراء، لا يخص من ذلك لا بنيان ولا صحراء. وهو رواية في مذهب الإمام أحمد كما ذكرت، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو الذي نصره الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي الصحيحة وفي غيرها من الأحاديث من مؤلفاته. والدليل على ذلك حديث أبي أيوب المذكور آنفا، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا نهي وحقيقة النهي التحريم، وليس هناك صارف يصرف النهي عن بابه. والحديث الثاني حديث سلمان في صحيح الإمام مسلم، قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى ما تفعلونه في الحمام في 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 الكنف، قال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا يستطب أحدكم بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. فشاهد منه النهي. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وفي رواية ولا يوليها ظهره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في أكثر من 20 حديثا، في أكثر من 20 حديثا، كلها أحاديث قولية صريحة فيها نهي صريح لساني لا يحتمل المناقشة ولا يحتمل الشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. وهذه الأحاديث قد قيلت في البنيان، في بنيان قد قال علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في الحضر، ومع ذلك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين بنيان وصحراء، مع أن الأمر يحتمل. وقد تقرر في قواعد الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. قال العلماء وإذا نظرنا إلى تلك الأحاديث
وجدناها أحاديث عامة ومطلقة، عامة في كل مكان ومطلقة على كل حال في كل حال. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأصل هو وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. وتقرر في قواعد الأصول أيضا أن الواجب هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. قالوا قد أجلبت علينا بقواعدك وخيلك ورجلك ولا دليل ولا دليل. طيب عندنا حديث، عندنا ثلاثة، عندنا أربعة أحاديث، أربعة أحاديث قلنا أعطونا هذه الأحاديث واحدا واحدا. قالوا أولا روى أبو داود في سننه من حديث خالد بن عراك اللي يسمى خالد الحذاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. قال أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. ويجاب عن هذا بأنه حديث ضعيف لا يقاوم مطلقا ذلك الكم الهائل من الأحاديث القولية التي تنهى، وكثير منها أو بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، فهي أحاديث صحيحة صريحة في النهي، فهذا حديث ضعيف. أفيجعل مثل هذا الحديث صارفا للنهي في هذه الأحاديث الصحيحة؟ الجواب لا، ليس هذا من العدل ولا من الإنصاف. فإذن هذا حديث لا تستدل به، حديث ضعيف، لأن خالد بن عراك هذا أو خالد الحذاء هذا ضعيف في الحديث وفيه مقال عريض. قالوا طيب خذ الحديث الثاني. طبعا أنا تركت حديث ابن عمر لأنها من أقوى ما استدلوا به، فنبدأ بالأضعف في الضعيف. قالوا ثبت في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، من حديث مروان الأصفر عن ابن عمر، أن ابن عمر كان إذا أراد أن يقضي حاجته أناخ راحلته فقام إليها مستقبل القبلة، يعني يبول فبال إليها مستقبل القبلة. نقول هذا حديث حسن لا كلام لنا في إسناده، ما في كلام في إسناده، لكن هذا فعل من؟ فعل صحابي. هل رفع هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقول له لا. طيب لا جاملني ولا لا صح لا. لا فهو فعل صحابي، وفعل الصحابي متى يكون حجة يا جماعة؟ كم شرط؟ إذا رفع إلى النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إذا رفع خلاص ما عاد يصير فعل صحابي. ها بكم شرط يا جماعة؟ واحد اثنين. كم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف فعل الصحابي نصا ظاهرا فبإجماع العلماء أنه ليس بحجة. الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر بإجماع العلماء. هذا من تحليل محل النزاع. طيب متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر. يقول الناظم قول الصحابي حجة فأصغ لي ما لم يخالفه دليل معتلي. إذا خالفه دليل معتلي أو صحابي آخر فإنه حينئذ غير حجة. طيب هنا قول ابن عمر خالف نصا، جيب يا جماعة
خالف نصا ولا نصوصا؟ نصوصا. طيب هل خالفه صحابي آخر؟ نعم. من هو اللي في الحديث؟ أبو أيوب. أبو أيوب رضي الله عنه كان يرى أن النهي مطلق سواء كان في البنيان أو في الصحراء. أما ابن عمر فإنه يرى أن النهي مخصوص بالصحاري فقط. قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. طيب عندنا أبو أيوب وهو صحابي، وعندنا ابن عمر وهو صحابي، فكلاهما له مذهب. فإذا ليس مذهب أبي أيوب بحجة على ابن عمر بإجماع العلماء، وليس مذهب ابن عمر بحجة على أبي أيوب ومن قال بقوله بإجماع العلماء. قالوا طيب ابن عمر فقيه من فقهاء الصحابة، أفلا يقدم فهم أفلا يقدم قوله على قول أبي أيوب؟ الجواب لا، بل إننا لو نظرنا نظرة تدقيق لوجدنا أنه في هذه المسألة ينبغي تقديم فهم أبي أيوب على فهم ابن عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر بنى مذهبه على فعل رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فرقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ثم هو فهم أن النهي الصادر منه إنما هو في الصحاري فقط، أو إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك. فإذا فهمه مبني على فعل، والفعل يدخله التأويل. أنتم معي هذا؟ أنتم معي هذا ولا ما. طيب، وأما أبو أيوب فإن قول فهمه إيش؟ مبني على النهي القولي، والنهي القولي أبعد عن دخول التأويل والاحتمال. وإذا تعارض فهمان أحدهما مبني على مستند أو برهان يدخله التأويل، والآخر فهمه مبني على سند أو برهان لا يدخل التأويل، فأي الفهمين نرجح؟ ها؟ ما لم يدخله التأويل، وهو فهم أبي أيوب هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا لا يستدل بفعل ابن عمر في حديث مروان بن أصفر. لماذا؟ لأنه ليس بحجة علينا، أن أبا أيوب يقول فقدمنا الشام يعني بيوت، فوجدنا مراحيض يعني وين فيه؟ في الصحراء ولا في البيوت؟ في البيوت مستقل جهة القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، مما يدل على أنه يرى أن النهي عام في البنيان والصحراء. قالوا طيب عندك حديث ابن عمر في الصحيحين يقول النبي صلى الله يقول عفوا إيش رقيت، يقول ابن عمر رضي الله عنه رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل على يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ماذا تقول في هذا؟ نقول هذا عليه عدة أجوبة. أما سنده فكالشمس، ما في كلام في سنده في الصحيحين. هل أحد يستطيع أن يرفع رأسه في السند أو يقدح في السند؟ الجواب لا، وإنما الكلام عن الاستدلال به، وهو أن القول الأقرب إن شاء الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جملة خصائصه ومن جملة أفعاله الخصوصية التي لا يراد بها التشريع العام للأمة. قالوا لماذا؟ مع أن الأصل عدم الخصائص، لماذا تحمله على أنه خاص به مع أن الأصل عدم الخصائص؟ نقول لوجود القرائن. إذ لو كان يراد به التشريع لوجب عليه أن يبينه للأمة، صح ولا لا يا جماعة؟ لكنه بينه أو استخفى به على بيت ابن عمر. ولا يمكن أن يراد به التشريع أبدا، إذ لا يمكن أن نتصور أن رسولنا الحيي الكريم صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بأمر فيه كشف العورة، ولكان قادرا القدرة الكاملة، كما أنه صرح بالنهي في أكثر من 20 حديثا بقوله أن يبين ما يصرف هذا النهي بقوله. لا يمكن أن يراد بهذا الفعل التشريع، لأنه لا يراه أحد فوق بيت حفصة. ونحن نظن بل يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بصعود ابن عمر، إذ لو
ولو كان يعلم بصعوده فهو من جملة المكلفين بستر عورته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك استخفى وكان يبتعد، كان يبتعد عليه الصلاة والسلام عند قضاء إيش الحاجة. لماذا؟ سترا للعورة. ونحن أيضا نجزم فيما يغلب على الظن أن ابن عمر لا يمكن أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، إذ بإجماع العلماء من أصحاب بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن واحدا من الصحابة لم يكن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حال اختفائه لقضاء الحاجة حتى ينظر هل يستقبل أو يستدبر، فدل ذلك على أن الأمر حصل موافقة. أنتم يا جماعة، ابن عمر رقى من باب الموافقة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في صعوده، إذ لا يمكن يتصور أن ابن عمر على فقهه وعلمه وورعه وتقواه وعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيكشف عورته أن يتتبعه هل ينظر حتى ينظر هل سيستقبل أو يستدبر، لا يمكن أن ابن عمر يفعل ذلك تتبعا مقصودا، وإنما حصل ذلك من باب الموافقة. فإذا تبقى أحاديث النهي على بابها الذي هو التحريم، وعلى عمومها وإطلاقها الذي هو الإطلاق في الصحراء والبنيان. ولذلك نحن نجعل من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم إيش؟ جواز استقبال القبلة واستدبارها، جواز استقبال القبلة واستدبارها. أنتم معي في هذا؟ طيب وحديث جابر، ولذلك أخرته في الأخير، لأن جابر قال فرأيته قبل أن يقبض بعام ها يستقبلها، نقول استقباله هذا محمول على ما حملنا عليه حديث ابن عمر، وهي أنها من جملة خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعض أهل العلم وهل جزم ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فربما قد كان انتهى، يعني كان قد انتهى من قضاء حاجته وإنما يستجمر، واستقبال القبلة واستدبارها حال الاستجمار إنما هو مكروه كما سيأتي، وليس أمرا محرما. فإذا هو دليل يدخله إيش؟ الاحتمال القوي المقبول ولا الاحتمال الضعيف المهزوز؟ الاحتمال القوي، يعني إذا سلمنا أنهم لم يرضوا بكلامنا فنقول لا أقل من أن يكون احتمالا قويا. وقد تقرر عند العلماء أن الدليل إذا تطرق إلى الاستدلال به احتمال قوي مقبول فإنه يسقط به الاستدلال، فلا حق لهم أن يستدلوا به ولا حق لنا أن نستدل به. فإذا تبقى عندنا أحاديث النهي المطلقة، أحاديث سليمة عن الاعتراض وعن الصوارف، فهذا هو القول الصحيح. ولأن هذا القول هو الأبرأ للذمة أيها الإخوان، وهو الذي يعمل والعمل به لا يجعلك مخالفا لقول أحد من أهل العلم. وقد تقرر عند العلماء أن الورع في مثل هذه المسائل هو المطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا مع صحة هذا القول بالدليل أيضا يصححه قواعد الشريعة العامة من أن الإنسان ينبغي له أن يخرج من دائرة الشبهات ويخرج من دائرة الأشياء التي توجب له الريب. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله أن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. طيب لو لم تستقبل ولم تستدبر في البنيان والصحراء هل خالفت قولا؟ هل أحد يلزمك بالاستقبال أو الاستدبار؟ لا، لم تخالف أحدا ولا ينكر عليك أحد، لكن لو استقبلت أو استدبرت في البنيان أو في الصحراء على قول لبعض المذاهب فحينئذ يأتيك من يحرم مطلقا أو من يحرم هذه الصورة المخصوصة فينكر عليك. فإذا الأولى والأفضل والأحسن هو اعتماد هذا القول الذي يؤيده الأثر والنظر. وعندنا دليل آخر، دليلان وهما تعليلان. العلة الأولى يا جماعة
أن تحريم استقبال القبلة واستدبارها ليس لعدم وجود الساتر، لا لا، من قال هذا؟ بل العلة فيه احترام جهة القبلة، وهذا النهي متحقق سواء إذا استقبلتها أو استدبرتها، سواء كان في ساتر أو لم يوجد ساتر. إذا وجد الساتر تخرج عن كونك مستقبلا أو مستدبرا؟ جواب لا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولأنه لو كان التعليل عدم وجود الساتر لجاز لأصحاب البلاد البعيدة أن يستقبلوا ويستدبروا من غير حرج، إذ بينهم وبين مكة إيش؟ ستر كثيرة من جبال وأشجار وأحجار. ها؟ الحرم سكر. نعم. فليست القضية قضية وجود ساتر، وإنما القضية قضية احترام جهة يستقبلها الناس بوجوههم. فمن الأدب مع هذه القبلة ومن الأدب مع إخوانك المسلمين ألا تستقبلها ولا تستدبرها، هذه جهة عزيزة ومكرمة. ولذلك شرع الدعاء مستقبل القبلة، وشرع النوم ها مستقبل القبلة، وشرع وضع الميت في قبره أيضا مستقبل القبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي قبلتكم أحياء وأمواتا. فليس من الأدب مع القبلة ومع من شرع التوجه إليها ومع المسلمين الذين يتوجهون إليها أن تجعلها محطا لاستقبالك أو استدبارك في حال قضاء الحاجة. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني وهو تعليل قوي جدا ولعلكم أن تفقهوه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد نخامة في قبلة المسجد، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم حكها بيده وأمر بخلوق فطيب مكانه وقال: يعمد أحدكم أن يستقبل ربه، اسمعنا استقبال الله القبلة، فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نخامة طاهرة، ها لما تنخم يعني خرجت من فم صاحبها جهة القبلة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب، فكيف باستقبالها واستدبارها بأمرين نجسين باتفاق العلماء؟ لا جرم أنه منهي عنه وممنوع من باب أولى. فإذا تلك الأدلة النظرية والأثرية تدل دلالة قوية صحيحة صريحة أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو قول من قال بالتحريم مطلقا، سواء في البنيان أو في الصحراء، سواء في البنيان أو في الصحراء. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: نعم، في مسألة النخامة، من الناس يعني من أهل العلم من حملها أنها نخامة في الصلاة، بل لا، النخامة ممنوعة إلى القبلة مطلقا. يقول الألباني رحمه الله بعد سياقه لحديث النخامة هذا قال: وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد أو في غيره، سواء في المسجد أو في غيره، وعلى المصلي أو غيره، لأن المقصود احترام إيش؟ احترام الجهة يا جماعة. فهذا يدل على أن استقبالها واستدبارها ممنوع من باب أولى، من باب أولى. أظن أطلنا في هذه المسألة، ولكن إن شاء الله أنها تستاهل وتستحق أن نجلس فيها أكثر. طيب نرجع مرة أخرى إلى فوائد الحديث، فوائد الحديثين. هذه الفائدة الأولى ذكرناها، ونقول ومن فوائد هذين الحديثين أيضا فيهما الرد على من كره استقبال النيرين أي الشمس والقمر. هذه الأحاديث فيها الرد على من كره استقبال النيرين أي الشمس والقمر، كما هو ظاهر مذهب الحنابلة وبعض أهل العلم، يقولون يكره استقبال الشمس والقمر. فنقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا دليل على بطلان هذه الكراهة، لأن الشمس والقمر إما أن يكونا كليهما أو أحدهما في إيش؟ ها
أو أحدهما في جهة الغرب أو الشرق. فقوله شرقوا أو غربوا دليل على بطلان هذه الكراهة، ولأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه الحرص، فيه كمال حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع أحواله التي تتعلق بالتشريع حتى ينقلوها للأمة، وهذا أمر لا يحتاج الاستدلال عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه وجوب احترام جهة الصلاة وقبلة المسلمين التي يستقبلونها بوجوههم، أن فيه وجوب احترام جهة الصلاة وقبلة المسلمين التي يستقبلونها بوجوههم. ومن مسائل هذا الحديث اختلف أهل العلم في الجماع، في جماع الرجل لزوجته، هل يقاس على الاستقبال والاستدبار؟ فكما أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فهل يحرم ذلك أو يكره حال الجماع؟ أجمع الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه لا حرج فيه، أنه لا حرج فيه، لأنه ليس داخلا في مسمى، لأنه ليس داخلا في مسمى قضاء الحاجة، بمعنى خروج أحد الخبثين من القبل أو الدبر. فيجوز للإنسان أن يجامع حال كونه مستقبل القبلة أو مستدبرا لها، ولا حرج في ذلك. وإن حرص على عدم الاستقبال والاستدبار من باب الأولى والأحوط والخروج من الخلاف، فهذا لا جرم أنه أحسن له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، ومن فوائد هذا الحديث أن قوله شرقوا أو غربوا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، أن قوله شرقوا أو غربوا إنما هو خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا السمت. فأما من كانت قبلته جهة المشرق أجمع أو المغرب، فإنه إما أن يتجه شمالا أو جنوبا، يعني يتيامن أو يتشاءم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، هل يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوان كراهية مد الأرجل جهة القبلة؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوان كراهية هذا اللي ما نبي نبحثها، خاصة اللي طولهم في المسجد يجون مذن مصفط رجليلين، هل يكره للإنسان أن يمد رجلي جهة القبلة؟ الجواب لا حرج في ذلك إن شاء الله، لعدم ورود النهي الصحيح الصريح عنها، ولأن هذا ليس مما تهان به القبلة في الأعم الأغلب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، هل هذا الحكم يشمل القبلة المنسوخة؟ أجمع، لقد ذكرنا في خلاف العلماء أن القول الصحيح أنه لا يشمل القبلة المنسوخة، وقد عللنا ذلك فيما مضى. وطيب والحديث الوارد فيها يا جماعة، حديث معقل ابن أبي معقل، نقول حديث ضعيف، تذكروا العلة؟ أن في رجل يقال له أبو زيد يقال له أبو زيد وهو رجل مجهول. وبالمناسبة هذا روى حديثين، هذا الحديث وحديث آخر وهو حديث النبيذ، يسمونه حديث النبيذ، أمعك ماء؟ قلت لا ولكن معي نبيذ، قال ثمرة طيبة وماء طهور. هذا حديث ضعيف لأن فيه أبي زيد، لأن فيه أبا زيد. ومن فوائد هذا الحديث كيف يعرف النهي في حق الآفاقي البعيد عن الكعبة، كيف يعرف النهي في حقه؟ أحسنت، يعرف النهي في حقه باختلاف القبلة في حقه. طبعا قبلة المعاين للكعبة، قبلة المعاين للحرم للكعبة، هذا إيش يكفي فيه أن ينحرف يمينا وشمالا بحيث لا يكون بخط مستقيم إلى جهة جدار من جدر الكعبة، لأن قبلته إصابة عين الكعبة، فلا يجوز له في حال جلوسه استقبالا أو استدبارا أن يصيب عين الكعبة.
وأما قبلة الآفاق فهي الجهة، لما رواه الترمذي وقواه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا الآفاقي لا يجوز له أن يستقبل مبعين الكعبة، لا، وإنما لا يجوز له أن يستقبل أو يستدبر جهة القبلة كلها سواء حاد يمينا أو شمالا ما لم يخرجه التفاته عن جهة القبلة. فإذا نحن في هذه المنطقة لا يخرج الإنسان من حقيقة هذا النهي إلا إذا ترك جهة المغرب إجمالا وتفصيلا واتجه إلى جهة الشمال أو الجنوب. طيب وقبلة من اشتبهت عليه الجهات، أي لا يجوز له أن يستقبل أو يستدبر الجهة التي أداه إليها اجتهاده، لأنها رحمك الله لأنها هي القبلة في حقه ولا يجمع. مثلا خرجنا أنا وإياك في 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 في, في البحر فأشكلت علينا القبلة في ليلة لا نعرف أن نهتدي فيها لا بقمر، في ليلة لا نستطيع رحمك الله في ليلة لا نستطيع أن نهتدي فيها لا بقمر، والغريب أنه ليس فيها شمس أيضا. الله يغفر للشيخ محمد مثل هذا قالها الشيخ محمد في شرح آل الزاد في هذا الموضوع، فلما سكت قال وهل 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 في الليل شمس؟ أن تسكتم موافقة ولا سارحين؟ رحمه الله، الله يغفر له ويرحمه. فأقول يا إخوان فاجتهدنا أنا والأخ فهد، اجتهدنا أنا والأخ فهد فتأدان اجتهادنا إلى أن هذه جهة القبلة، فهي جهة القبلة في حقنا بحيث أنه يجوز لنا أن نتيامن عنها أو نتشاءم في حال استقبال أو الاستدبار. لماذا؟ لأنها تلك الجهة التي نحن أمرنا أن نستقبلها، حتى وإن كانت خطأ بعدين لو تبين لنا خطأها لا حرج علينا في ذلك. إذن هذه المسألة إن شاء الله واضحة. إذن من كان معاينا للكعبة فلا يجوز له استقبال أو استدبار عينها، واضح؟ ومن كان آفاقيا فلا يجوز له استقبال أو استدبار الجهة التي هي جهة الكعبة في حقه. طيب ومن أشكلت عليه الجهات فلا يجوز أن يستقبل أو يستدبر الجهة التي أداه إليها اجتهاده أنها هي القبلة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على قاعدة أصولية، وهي قاعدة أصولية صحابية، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن الدليل العام يجب بقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في المدينة، فلما فتحت الشام وذهب أبو أيوب وجد مراحيضة قد بنيت قبل الكعبة فكان إيش؟ فنحرف عنها، مما يدل على أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ العموم. فهذا دليل على صحة هذه القاعدة أن الأصل هو وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. قبل أن يعني يؤذن الشيخ فهد، حل الأذان؟ طيب قبل أن يؤذن أترككم تفكرون في مسألة، وهي أن أبا أيوب، مسألة جديدة وفائدة جديدة، لماذا يستغفر أبو أيوب مع أنه انحرف عنها؟ يقول فننحرف، وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. طيب والاستغفار في الأعم الأغلب أنه ها يعني عن خطأ، في الأعم الأغلب أنه عن خطأ. طيب وما الخطأ الذي ارتكبه أبو أيوب في هذه الحالة حتى يبين أنه مع جهة انحرافهم عن القبلة وامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر؟ فما الداعي لهذا الاستغفار؟ ايش رأيكم يا جماعة في هذا؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ نأخذ واحد. أنه كان يستغفر للقوم الذين سبقوا الشيخ. نعم، هذا 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 قول لبعض أهل العلم، أنه كان يستغفر لمن بنى هذه المراحيض، لمن بنى هذه المراحيض. ولكن هذا مناقش، أنه قال فقدمنا الشام يعني بعد فتحها، والفتح لا يكون غالبا إلا بسبق سلطة الكافرين عليها والاستغفار الكافرين. استغفار الكافرين لا يجوز. استعجل أنت اجتهدت، وقد قال بها ترى علماء كبار، قالوا إنه يستغفر لمن بنى هذه المراحل. وهذا يعني قد يناقشه بعضهم بأن الشام كانت ديارا صليبية. نعم، فلما أجلي هؤلاء عن هؤلاء الكفار فهذا يعني دخلها المسلمون فوجدوا تلك المراحيض قد بنيت قبل الكعبة. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس عندهم شريعة تضبطهم ولا تحكمهم،
يقول فننحرف عنها ونستغفر الله، فيغلب على الظن أن هذه المراحيض لم يبنها من؟ لم يبنها المسلمون، وإنما بناها الكفار. والاستغفار للكافر لا يجوز بإجماع العلماء. أعطنا واحدة غيرها، دور غيرها. استدبر ما استدبر، يقول فننحرف عنها، ننحرف عن القبلة. له فيه ذكر العلماء عدة أشياء. إنها يستغفر لأنه استخدم شيء مخالف للشرع، حتى وإن استخدم غير وجهه، ولكنه في شيء في أصله. أحسنت أحسنت، فهمت كلامه؟ لعلك تعيده يا شيخ. جميل جدا هذا الوجه، وليس عندي الحقيقة، ولا سأقيده، سأقيده، بس أعطني شوي شوي، أعطني شوي شوي، لا تبخل بقى عليه. أعطني أعطني، لا أعطني أعطني. أو شيء أنه أو استفاد من شيء، استغفر لأنه استفاد من شيء أسس على غير، أسس هذه من عندي عادة، أسس على غير إيش، على غير شو نسميها، على غير موافقة الشرع. أحسنت، هذه علة معتمدة. صحيح صحيح، أن الإنسان وإن تحقق مقصوده بقضاء الحاجة إلا أنه استعان على تحقيق هذا المقصود بشيء قد غير موافق للشرع، فهو يعني حتى وإن كانت، حتى وإن كانت الحالة التي قضى عليها أو قضى فيها في الحاجة أبو أيوب مخالفة لجهة القبلة، لكن مجرد بقاء هذا المرحاض على هذه، على هذه الصورة مما يوجب الاستغفار. الأمر الثالث، الأمر ومن العلل أيضا يا جماعة، اي نفس الكلام ولا لا او قريبا منه. اي نعم، ها ايش تقول يا شيخ؟ احسنت احسنت، هذا مما قيد عاد عندي، انه ان ابا ايوب كان فقيها في هذه المساله، فكان يستغفر لنفسه ولاخوانه من المسلمين ممن قد انتبه تضطرهم الحال أو تدعوهم الحاجة بسبب بناء هذه المراحيض جهة القبلة، أن يستقبل ويستدبر. وهذا هو حال المسلم، أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين. ومنها أيضا مما ذكروا تعليق على الاستغفار الشيخ سبحانه، تعليق على مسألته ولا مسألتي؟ الاستغفار نفسه، الاستغفار كان قلبيا ولم يكن لسانيا. صح ماشي، نعم أكيد، فنحلف على ونستغفر الله. نعم، ذكر الله حال الخلاء لا يجوز. ومنها يا جماعة، ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله في الإعلام بشرح عمدة الأحكام عددا من العلل، طبعا لم يذكر العلة التي ذكرها الأخ فهد. وأول شيء نبدأ بالعلة التي ذكرها الأخ فهد إن كانكم تبون تسجلون. العلة الأولى أنه استغفر لأنه استفاد من شيء أسس على غير موافقة الشرع، وهذا علة صحيحة، علة طيبة جدا. والأمر الثاني، يقول ابن الملقن، يقول إن أصحاب المنازل والرتب العلية دائما ينسبون التقصير إلى إيش؟ إلى أنفسهم، كحال أبي أيوب وهو من أهل هذه المراتب العلية الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على التواضع لربهم وعلى نسبة التقصير دائما لأنفسهم، فهذه هي حالتهم، حتى وإن تجنب الحرام إلا أنه ينسب التقصير في عدم فهم هؤلاء أو السبب في ارتكاب هؤلاء للنهي إنما هو التقصير منهم وعدم إيصال الدعوة لهم. هذا هو حال أهل الكمال دائما. ومنها أنه استغفر لمن بنى هذه المراحيض كما ذكره الأخ علي، ولكن أجبنا عن هذا بما أجبنا به. ومنها أيضا أن أبا أيوب رضي الله عنه مذهبه المنع مطلق في الصحراء والبنيان ولا لا، ولا يتأتى له في هذه المراحيض، قالوا لا يتأتى له الانحراف الكامل عن جهة القبلة، فكان يفعل المقدور عليه ويستغفر الله لما لا يقدر عليه، فكان يفعل يعني ينحرف عن جهة القبلة على حسب المقدور عليه ويستغفر الله جل وعلا لما لا يقدر عليه. ومما ذكروه العلة التي ذكرها الشيخ، وهي أنه ليس استغفارا لذنب ارتكبه هو، وإنما استغفار لإخوانه المؤمنين أو يعني ممن قد يستخدم هذه المراحيض على جهتها التي بنيت عليها فيستقبل القبلة. فإذا أيها الأحباب، يقول فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، هذا دليل على أن
على أن أصحاب المنازل والرتب العلية دائما ينسبون التقصير لأنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان حال الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من البيان والإيضاح لأمته حتى في دقائق الأمور، ولم يكن يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم أن يفقه الناس في دينهم حتى وإن كان في مثل هذه الأمور التي يستعف الإنسان عن ذكرها. هذه الأمور يستعف الإنسان عن ذكرها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان والتشريع والإيضاح وإيضاح الشرع وتبليغ الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأمور ويوضح لهم هذه الأحكام الشرعية، ولا يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم أن لا يفقههم فيها. ولذلك يقول قال في حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتيتم الغاية، يعني أن هذا التعليم وإن كان قد يستحيى منه، لكن أنا بمنزلة الوالد الناصح المشفقي على أبنائه، فأنا أعلمكم هذا الأمر حتى لا تقعوا في المخالفة. وهذه هي حالته الدائمة المستمرة التي لم تنخرم منه صلى الله عليه وسلم، وهي كمال البيان وكمال النصح وكمال الشفقة على أمتي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أيها الأحباب أن العالم ينبغي له أن يبتدئ طلابه بالعلم حتى وإن لم يسألوا. محمد بن الوالد تنهي بك. حتى وإن لم يسألوا، أن طالب العلم أن العالم أو طالب العلم ينبغي له أن يبدأ طلابه بما يحتاجونه من العلم حتى وإن لم يسألوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أصحابه بهذه المعلومة حتى وإن كانوا يعني حتى وإن كانت عن غير سبق سؤال. فلا ينبغي للعالم أن يوقف نفسه وبيان علمه على مجرد من يسأله فقط، لا. فتبليغ العلم قسمان: تبليغ ابتدائي وتبليغ جوابي. لا، فبعض الناس تجده أنه ما عنده استعداد يبين العلم للناس ابتداء، وإنما ينتظر حتى يأتيه الناس يسألونه. وأما أن يلقي كلمة أو محاضرة أو يفتتح درسا يبين للناس العلم ابتداء فلا تجدها فيه. وهذا يقول العلماء هذا مثاله مثال البئر، والبئر ماؤه في الغالب في الأعم الأغلب أن يكون راكدا، ها، لا يستطيع أحد أن يستفيد منه لعدم جريانه، إلا لمن أراد أن يستفيد منه فيأتي هو بنفسه ليستفيد. وأما النهر أو السحاب فإن هذا يفيد المنطقة التي هو فيها وينتقل من منطقة إلى منطقة يفيد الناس بالعلم الشرعي. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه أدبا عظيما من آداب الألفاظ، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يكني عن الأشياء المستقذرة بألفاظ غير شنيعة النطق بها. فينبغي للإنسان أن لا يذكر الأشياء المستقبحة والمستهجنة أو التي تنقص من هيبته أو توجب عدم احترام السامعين، أن لا يتلفظ بها، وإنما يكني عنها بأشياء يعني بألفاظ فيها يعني طابع الأدب، فيبعد عن تلك الألفاظ المستقذرة القبيحة التي تمجها القلوب ولا تستسيغها الأسماع إلى تلك الألفاظ الطيبة التي تحمل نفس المعنى ولكنها ليست في قبح ألفاظها الظاهرية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا: ما حكم الاستنجاء مستقبل القبلة؟ ما حكم الاستنجاء مستقبل القبلة؟ ما حكم الاستنجاء مستقبل القبلة؟ نقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه لا حرج فيه، إلا أن تركه أولى من باب الكراهة التنزيهية فقط، لأن تحريم الاستنجاء يقول العلماء أنه تحريم وسائل، حتى لا ينبغي حتى يعني من باب تحريم الوسائل ليس من باب تحريم المقاصد، فإن الإنسان ربما خرج مع استنجائه شيء من البول أو الغائط، فلا يخلو غالبا الاستنجاء من خروج شيء من الخارج. فالأولى والأسلم للإنسان والأحوط له والأبرأ لذمته ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حتى ولو كان في الاستنجاء. ومن فوائده أيضا أن فيه تنبيها لأصحاب البناء الجديد أيها الأحباب أن يحرصوا على هذه المسألة، فيحرصوا ألا تكون مقاعدهم في قضاء حوائجهم مستقبلة ولا مستدبرة الكعبة. ينبغي هذا من باب احترام هذه الجهة ومن باب احترام إخوانه المسلمين. ومن كان يعني يريد أن يعمل بمذهب الإمام أحمد وهو جوازه في البنيان فلا حرج عليه، لكن الأولى والأكمل أن يحرص الإنسان ألا يستقبل بها، لا سيما إذا كان المكان واسعا ويستطيع الإنسان أن يحرفها من ها هنا وها هنا. فهي وصية لأصحاب البناء الجديد ألا يستقبلوا القبلة بحماماتهم بأماكن قعودهم على قضاء حوائجهم بولا كانت أو غائطا. وهذا طيب جدا في الحقيقة، هذا طيب جدا، وهو دليل على تعظيم شعائر الله.
ولتحل البركة في هذا البيت. هذا البيت يعني إذا بني على تقوى من الله ورضوان وعلى تطبيق الشريعة في وضوعه، تطبيق الأمور المشروعة فيه في بنائه، فإن هذا أدعى أن يبارك الله جل وعلا فيه. ومن فوائد هذا الحديث ما نص عليه العلماء في قوله: ما الاستقبال القبلة واستدبارها من جملة الكبائر ولا من جملة الصغائر؟ لو أن الإنسان خالف واستقبل أو استدبر، هل يكون بذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أو قصراه أنه يكون قد ارتكب صغيرة من صغائرها؟ نقول الأمر في ذلك يحكم عليه بالأصالة أنه صغيرة، لأن الكبائر هي التي يترتب عليها عقوبة أو عذاب أو لعن، أو ترتب عليها حد في الدنيا، أو نفي إيمان، أو قيل فيها ليس منا. وهذا كله لم يرد في هذه الأحاديث، لم يرد في هذه الأحاديث شيء من تلك العقوبات على من يفعل ذلك. فحيث لم تقرن هذه المناهي بعقوبات خاصة دل ذلك على أن الأمر صغيرة، لكن يقلبه كبيرة إذا تحقق فيه الاستهانة بهذه الجهة، يعني أننا نقلبه كبيرة أو يقلب في ميزان الله كبيرة بالنظر إلى أشياء أخرى. مثلا أن, 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 أن يتحقق الاستهانة، يعني أنه يقصد إهانة القبلة بهذا الاستقبال والاستدبار، فهذا لا نقول فيه كبيرة، فقط ربما يخرج هذا الفعل عن الدين بالكلية، لأن من نواقض لا إله إلا الله الاستخفاف والاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإما جاء به وجوب احترام جهة الصلاة. ويقلبها كبيرة أيضا الاستمرار والإصرار عليها، لا سيما مع علمه بالتحريم. انتهى الوقت. لا سيما مع علمه بالتحريم. وقد كان في البال أن نشرح أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن لعل ما مضى فيه كفاية. هذه مجمل ما الفوائد المذكورة في هذين الحديثين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.